أولا، وأنا راح أحكي على عجالة، أتكلم على عجالة. أولا، القرآن الكريم ليس كتاب الله، وهذا لم أتي به من عندي، هذا مسلم وثابت عند كل المسلمين. بعد بقول لي كيف؟ أقول لك ببساطة، لأن القرآن الكريم نزل وحيا على الرسول صلى الله عليه وآله، ولم ينزل محكيا، ولم ينزل مكتوبا، لم ينزل كتابا مكتوبا، نزل وحيا على الرسول. هسه شلون؟ هذا موضوع يحتاج لنقف عنده ونناقشه، لكنه بإجماع المسلمين لم ينزل القرآن كتابا مكتوبا على الرسول، إنما نزل وحيا. هذا واحد. اثنين، لم ينزل محكيا، إنما نزل إلهاما على الرسول. فحكاية القرآن المحكي هي حكاية الرسول للقرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لن نطيل كثيرا في المقدمات، سنبين جهلك في هذه الدقائق القادمة بأبجديات نزول القرآن وجمعه، حيث القرآن يؤكد على أنه كلام الله تعالى وليس لبشر أن يزيد فيه أو ينقص منه حرف. يقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالقرآن كلام الله تعالى بنص الآية القرآنية. أما قولك بأن القرآن نزل إلهاما ولم ينزل محكيا، فهذا يفضح جهلك، لأن الله سبحانه وتعالى علم نبيه القرآن وسماه قرآنا وأنزله متلوا، حيث قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ناقل لما أودع الله في صدره من هذا الكلام، والنبي نقل القرآن بلفظه ومعناه من غير زيادة أو نقصان. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآيات الكريمة: هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك، فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته، فأمره الله عز وجل إذا جاء الملك بالوحي أن يستمع له، وتكفل له أن يجمعه في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعه في صدره، والثانية تلاوته، والثالثة تفسيره وإيضاح معناه. ولهذا قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي بالقرآن، كما قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ثم قال: إن علينا جمعه، أي في صدرك، وقرآنه، أي تقرأه، فإذا قرأناه، أي إذا تلاه عليك الملك عن الله عز وجل، فاتبع قرآنه، أي فاستمع له ثم قرأه كما أقرأك، ثم إن علينا بيانه، أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. فالقرآن إذن كلام الله تعالى، وليس لبشر أن يزيد فيه أو ينقص منه ولو كان ذلك البشر نبيا. ومجرد النظر في هذه الآيات الكريمة يوضح ويبين جهلك الذي تقبع فيه. نضيف إلى هذا أيضا أن القرآن كلام الله تعالى بحروفه ومعانيه، وعلى هذا إجماع أهل العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التسعينية: والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره، وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم أتباع النصوص الثابتة، وإجماع سلف الأمة، وهو أن القرآن جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه، وليس القرآن اسما لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف، بل لمجموعهما. إذن فالقرآن كلام الله بحروفه ومعانيه بإجماع أهل العلم. أما قولك أن القرآن الكريم ليس كتاب الله، والعجيب أنك جعلت هذا مسلم وثابت عند كل المسلمين، فهذا لأنك جاهل للأسف. فالقرآن الكريم المقروء والمكتوب في المصحف بين أيدي الناس هو كلام الله تعالى بالإجماع، وحكى الإجماع على هذا العديد من العلماء، ومنهم الإمام أبي الحسن بن القطان رحمه الله في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، حيث قال: واتفقوا أن القرآن المتلو الذي هو في المصحف بأيدي الناس في شرق الأرض وغربها، من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس، هو كلام الله عز وجل ووحيه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم مختارا له من الناس.
بل أمة الإسلام لم تكتفي بهذا فقط، وإنما أجمعت على أن من زاد حرفا في القرآن أو نقص من القرآن حرف وقامت عليه الحجة ولم يعد عن هذا فهو كافر بالإجماع. يقول ابن القطان: واتفقوا على أن كل ما في القرآن حق، وأن من زاد فيه حرفا من غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافة، أو نقص منه حرفا أو بدل منه حرفا مكان حرف وقد قامت عليه الحجة أنه من القرآن فتمادى متعمدا لذلك عالما بأنه خلاف ما فصل، فإنه كافر. ثم تأتي أنت أيها الجاهل لتزعم أن القرآن الكريم ليس كلام الله، والله المستعان. بقي أن ننبه إلى نقطة مهمة، وهي أن الكلام إذا كتب ينسب إلى قائله. فعلى سبيل المثال، لو أدلى أحدنا بشهادته في إحدى المحاكم في أي مكان كان، فالكلام الذي سيقوله والذي سيكتب على الورق هو كلامه بالاتفاق، وليس كلام الشخص الذي كتبه. والقرآن كذلك هو كلام الله تعالى حتى وإن كتبه بشر على الورق. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وفي رواية: مخافة أن يناله العدو. الصحابة الذين سمعوا القرآن مباشرة من الرسول اختلفوا في آياته في زمنه صلى الله عليه وآله وبعد زمنه. نعم، صحيح أن الاختلاف حصل بين بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هي حقيقة هذا الاختلاف بدلا من الكلام المجمل والتلميحات؟ حقيقة هذا الاختلاف هو ما رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الخصومات عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعل عمر هذا يؤكد على مدى اهتمام وتعظيم الصحابة للقرآن. فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسله. ثم قال له: اقرأ. فقرأ، قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت، فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا منه ما تيسر. فالاختلاف الذي حصل لم يخرج عن كونه اختلافا في الأحرف التي تدور عليها آيات القرآن كما هو واضح في نص الحديث. أما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي زمن أبي بكر قام أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن في مصحف، وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنه، ولم يثبت أن من الصحابة من خالف في هذا. أما في زمن عثمان رضي الله عنه فقد قام بنسخ عدد من المصاحف من المصحف الذي جمعه أبو بكر ونشرها في الأمصار، واتفقت الأمة وأجمعت على هذا المصحف بعد جمعه. أورد الإمام ابن كثير رحمه الله في فضائل القرآن عن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص وهو تابعي من التابعين قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد، وإسناده صحيح. إذن فالصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان مجمعون على القرآن، ونقلنا كذلك آنفا إجماع أمة الإسلام على أن القرآن كلام الله على صحته. وفي زمن أبي بكر حاول أن يجمع المصاحف ويوحدها في واحد ففشل محاولة أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد. وقد أورد البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن في باب جمع القرآن أن أبا بكر هو الذي جمع القرآن وكلف زيد بن ثابت رضي الله عنه بهذه المهمة، والحديث أمامكم وهذا يبين جهلك. ثم جاء عمر وحاول أن يجمع المصاحف ويوحدها في مصحف واحد وفشل. كيف سيجمع عمر المصاحف وقد جمعها قبله أبو بكر، ثم انتقلت المصاحف بعد وفاة أبي بكر إلى عمر رضي الله عنه؟ ففي ذات الحديث الذي كان أمامنا قبل قليل: فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته. إذن فالمصحف انتقل بعد وفاة أبي بكر إلى عمر رضي الله عنه، فكيف سيجمعه؟ ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فالمصحف كان عند حفصة بعد وفاة عمر رضي الله عنه. ثم جاء عثمان وجمع المصاحف وجاب لجنة اختارها هو من مجموعة من الصحابة منهم ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم، وقال لهم: تعالوا كتبوا لي قرآن واحد وحدوه. والذي لا رب سواه، لو أنك لم تذكر إلا هذه الجزئية فقط لكفت الناس ليحكموا بجهلك.
حيث لم يكن علي بن أبي طالب في اللجنة التي كونها عثمان رضي الله عنه لنسخ المصاحف، ولا عبد الله بن مسعود، ولا حتى عبد الله بن عباس. ففي صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عثمان أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أمرهم بنسخ المصاحف، فاللجنة لم يكن فيها علي بن أبي طالب ولا عبد الله بن مسعود ولا عبد الله بن عباس. وهذا يكشف الجهل العميق الذي تعيش فيه، والله المستعان. والذي يبين جهلك أكثر فأكثر أن عثمان رضي الله عنه لم يجمع المصاحف كما ذكرت، وإنما نسخها من المصحف الذي جمعه أبو بكر، ولم يجمع عثمان شيئا من جديد. ففي نفس الحديث عن أنس بن مالك أرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. فوظيفة عثمان تلخصت في نشر النص المقروء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه. وبقي أن ننبه في الختام إلى نقطة مهمة جدا يغفلها هذا الجاهل، وهي أن كتابة القرآن جاءت معينة لتلاوته وحفظه، والأصل في القرآن أنه مقروء، وجاءت الكتابة لزيادة التوثيق. فلا ثقة عندنا بإنسان أخذ القرآن من مصحف فقط، وإنما لابد من القراءة على مقرئ متمكن عالم بأحكام التلاوة ولفظ الكلمات والحروف حرفا حرفا. وهكذا تلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قال الله تعالى في كتابه العزيز: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أما الكتابة وحدها فلا تكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.